بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل النهارده هو انجيل اقامه الشاب ابن الارمله في نين. الواقع ان معجزه اقامه الشاب ابن الارمله في قريه نين هي معجزه اعلان تحنن الله على البشر. من اكثر المعجزات والمواقف في الكتاب المقدس كله اللي بتورينا مشاعر ربنا وازاي ان هو طيب قوي وانه حنين قوي علينا. قريه نين قريه ما ذكرتش تاني في الكتاب المقدس، قريه غير معروفه وغير مشهوره ومش على الخطه او الخريطه بتاعه خدمه السيد المسيح المعتاده اللي احنا كنا بنشوفه بيروح عند كفر نحوم وبعد كده ينزل تاني يروح عند المناطق اليهودية والسامرة. المرة دي يروح لقرية غير معروفة وبعيدة عن المسار الطبيعي بتاع خدمة السيد المسيح وبشرته وكرازته في أرض إسرائيل. إيه اللي حصل؟ ربنا لقي واحدة تعبانة أرملة وما عندهاش غير ابن واحد، والابن ده شاب لسه صغير في السن وكل رجائها في الدنيا ومات وتألمت جدا وحالتها كانت حالة صعبة طبعا، وكلنا نقدر نتخيل مقدار الألم اللي كانت الأرملة دي بتمر فيه. وشعر بيها السيد المسيح وقرر انه يروح عشان يزور نين. والواقع ان ما سمعناش ان السيد المسيح عمل اي حاجة تاني في نين لا قبل كده ولا بعد كده غير الامر ده، وكأنه كان رايح مخصوص يقول لها ما تقلقيش انا حاسس بيكي، انا معاكي، انا حاسس باللي انت فيه وجاي عشان ابقى واقف معاك النهارده. والواقع ده هو اللي بيحصل معانا من ربنا طول الوقت. كل حد فينا متألم، كل حد فينا حاسس بالوحده، كل حد فينا حزين، كل حد فينا حاسس ان هو فاشل في مشكله معينه او في امتحان معين او في وظيفه معينه. المسيح يجي يقول له كده ما تقلقش انا جنبيك، انا معاك، انا عايز اخد بيدك، انا عايز اطبطب عليك. تحنن قلب الله غير محدود لينا كلنا. وشوف واحد زي يعقوب اللي كان هربان من اخوه عيسو، رايح للمجهول، هرب خلاص من اخوه، مش عارف هيعمل ايه عند خاله، كل حاجه بالنسبه له صعبه ومجهوله ومش هيقدر يرجع لبيته مره تانيه بسبب ان اخوه عايز يقتله. وربنا يتحنن عليه ويظهر له في الطريق في صورة حلم، والحلم كلنا عارفينه، سلم بيوصل من الارض للسماء وربنا واقف على السلم ده ويطمن في يعقوب ويقول له ما تخافش، ها انا معك، احفظك حيثما تذهب، اردك الى هذه الارض لاني لا اتركك الى ان افعل كل ما تكلمت به. بيقول له البركة اللي ادها له ابوه اسحاق، قال له ما تخافش انا مش هسيبك، انا هكون معك باستمرار. الدرس الاولاني اتعلمه معجزة اقامة هذا الشاب، ان ربنا بيقول لك انت لست وحدك في الامك، انا حاسس بيك، انا فاهم اللي انت فيه، حتى لو كل البشر اللي حواليك قالوا لك ده كلام فارغ وكفايه كده وما فيش داعي انك تقفل الدنيا وانت بس مزودها حبتين، ارجوك ما تقلقش لان المسيح حاسس بيك. المسيح حاسس بيك مهما كان حجم المرض، مهما كان حجم المشكله اللي في الشغل. هو بيقول لك هنا في معجزه اقامه ابن الارمله بنين، انا قد تألمت مجربا واقدر ان اعين المجربين. لنا في سفر أشعياء أن في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يبقى واحد، أنت مش متروك، أنت لست وحدك وأنا لست وحدي في ألمنا، في أحزاننا، في ضيقتنا، في التحديات اللي ممكن تكون بتواجهنا في كل يوم. تقدم السيد المسيح اقترب من الولد او الشاب ده هو اللي كان محطوط في النعش، وهو رايح ناحيته لقي امه عماله تبكي بصعوبه، راح قال لها
تحنن عليها قلنا كده كتاب هنا، وقال لها لا تبكي، قال لها مش محتاجة تكملي في الحزن اللي انت فيه ده، مش محتاجة تكملي في الألم اللي انت فيه. المسيح له المجد مش بس حاسس بألمنا، لكن كمان هو المعزي الحقيقي. محدش يظن فينا انه يقدر يتعزى تعزية حقيقية من غير ما المسيح يعزي. المسيح لما بيقول لها هنا لا تبكي، مش زي ما احنا بنروح نقول لحد كفاية كده ما تعيطش، لا، ده بيقول لها انا بأمرك انك ما تبكيش خلاص، لان انا سر عزائك، انا سر السلام، وخلاص طالما انا موجود ما ينفعش انت تعيطي، ما ينفعش تفضلي في الألم اللي انت فيه. المسيح له المجد مش بس حاسس بألمنا، لكن بيجي عشان خاطر يعزينا. كل واحد متألم، كل واحد مكتئب، كل واحد شايل هموم، كل حد حاسس بمشكلة كبيرة، سواء مادية أو اجتماعية أو نفسية، كل حد حاسس انه تربلد ومش عارف يروح فين، يكون عارف المسيح عايز يعزيه. يقول له كده أنا واقف جنبك، ومش بس واقف جنبك، لكن أنا حابب إن أنا أعزي قلبك، حاب إن أديك سلام، حاب إن أريحك، أنا عايزك ترتاح. تحنن عليها الرب وقال لها لا تبكي، زي ما عمل كده زمان مع إيليا لما إيليا كان متضايق وخايف وبيجري من إيزابل الملكة الشريرة اللي قررت إنها تقتله، وربنا تحنن عليه وراح بعت له الملاك، والملاك جايب له كحكة سخنة كده وكوباية مية، وقال له قوم وكل، عشان انا متحمل عليك، انا عايز اعزيك، حتى لو تعزية باكل وشرب، بس انا حابب ان انت تستريح وتتعزى. وبعد ما كل وشرب فضل لسه تعبان، راح بعت له ربنا الملاك مرة تانية وقال له قوم وكل مرة تانية لعلك تتعزى. وفعلا تعزى إيليا بتعزيات الله اللي ربنا ارسلها له. وده بيقول لك يعني ربنا مش بس حاسس بيك، لكن كمان عايز يرسل لك تعزياته. ودي فكره مهمه لكل حد فينا. الحزن مسيطر عليه، يجوز بسبب انه فقد حد من احبائه، يجوز بسبب انه فشل كبير ومش عارف انه ينجح في مشكله او في علاقه او في امتحان. المسيح بيقول لك كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. كل متضايق، كل حزين، يعرف أن له معزي عظيم وحقيقي عايز يعزيك. لو أنت فتحت باب قلبك عشان تتعزى هيعزيك، هو عايزك تكون فرحان، هو عايز الفرحة ما تتركش قلبك، والتعزية ما تتركش قلبك، فاسمح له أن يعمل كده معك. يقول لك لا تبكي النهارده، زي ما بيقول هذه الارمله الحزينه، ما تضايقش، ما تبكيش، لان انا مصدر التعزيه. اللي بيمسك فيا، اللي بيقرب مني، اللي بيقبل ان انا اعزيه، انا بعزي قلبه وبشبعه من السلام والتعزيه. ويتقدم السيد المسيح للنعش ولمس النعش، وقال للولد الميت أيها الشاب لك أقول قم. يقول لنا كتاب تعبير غريب هنا، يقول فجلس الميت، يعني هو ازاي ميت وازاي يجلس، لكن دي طريقة ربنا. ان ربنا مش بس حاسس بينا وعايز يعزينا، لكن عنده حلول، والحلول غالبا ما بتكون غير متوقعة، بالذات في المشاكل الكبيرة. حلول ربنا غير متوقعة. لما يقول جلس الميت، دي لغوان الكلمة دي مش مظبوطة، لأن زي ميت يجلس، لكن دي الحلول غير المتوقعة بتاعت ربنا. جلس الميت وابتدأ يتكلم، يقول لنا كده الكتاب هنا هو. وده بيقول إن ربنا عنده ليك وعنده ليا حلول كتيرة، يجوز مش باينة الوقت على السطح، يجوز احنا ما نتوقعهاش وما نعرفهاش، يجوز غير منطقية بالمرة حتى ان احنا نفكر فيها، لكن موجودة عنده، ويقدر يحل، ويقدر يتدخل، ويقدر يتصرف. زي ما تقال كده هو في سفر ايوب، يقودك في وقت الضيق الى 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 رحب لا حصر فيه، ويملأ مؤونة مائدتك دهنا. عنده حلول. يقول كده المزمور عند الرب السيد للموت مخارج، يعرف يلاقي طريقة. انت جوز ما تعرفش تلاقي حلول، لكن هو عنده حلول، وحلول غير متوقعة، وحلول تقدر تحل اكبر المشاكل، حتى لو
المشكلة وصلت لأنها غير قابلة للحل. يستطيع، قادر. وده اللي بيقوله لنا هنا لما لمس النعش وقال للشاب: أيها الشاب لك أقولكم. جلس الميت وتكلم فدفعه إلى أمه: تفضلي، مش ده اللي أنت كنت عايزة؟ تفضلي أنا برجعه لك مرة تانية. وده بيقول لك يعني أبدا لا تفقد رجائك في قوة ربنا وفي عمله. يقدر يتصرف، يقدر يتدخل، يقدر يحل لو الأمر لمصلحتك. لو المرض ده هيخف، لو ربنا تدخل وخلاه يخف، هيبقى المسألة دي لمصلحتك ولحياتك الأبدية ولأنك تكون أحسن في السماء، هيتدخل ويخففك. ولو المرض ده لأجل أنك تاخد إكليل وأنك تاخد تتعلم أنك تصبر للرب وأنك تتعلم تحتمل التجارب وتحمل الصليب، هيسمح بأن المرض يستمر، مش لأنه مش قادر يخففه ولا مش عايز يخففه، بس لأنه ده أفضل لك، ده الحل الأفضل ليك. عنده دايما حلول، والحلول دي حلول محبة، حلول صالحة لنا. يشوف إيه أحسن حاجة يعملها لنا. ربنا بيعمل لنا أفضل ما يمكن لنا حتى لو إحنا مش عارفين الأفضل بالنسبة لنا بسبب ضيق تفكيرنا، لأن ما نعرفش إيه الكويس بالنسبة لنا. هو يعرف، وهو قادر، وهو طيب. وده اللي عمله هنا مع الأرملة، إنه أقام لها ابنها وقال للولد: أيها الشاب لك أقول قم. في صحراء مليانة صخور وما فيهاش مية، عنده طريقة اسمها الصخرة، تقول الصخرة تطلع مية. موسى حاضر، اضرب الصخرة حاضر، وتخرج من الصخرة اللي هي المفروض رمز للجفاف، يخرج مية من الصخرة. وقدام بحر ما ينفعش حد يعديه حتى لو بيعرف يعوم كويس، عنده حلول اسمها ان البحر يتشق والناس تعدي فيه. معجزة النهاردة بتقول لك: المسيح حاسس بيا وحاسس بيك، أنت لست وحدك في آلامك. يقول لك مش بس حاسس بيك، لكن عايز يتدخل ويعزيك لو أنت سمحت له بكده، لأن هو مصدر التعزية الأول والأعظم والوحيد اللي ممكن يعزي أي إنسان فينا مهما كانت آلامه، مهما كانت الصعوبات اللي بيمر فيها. يقول لك كمان إن هو قادر، إن هو يجد حلول يجوز مش موجودة في ذهنك، يجوز برة دائرة تخيلك أو دائرة توقعاتك. إلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.